بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب الصيد وفي الباب الأول والذي عنون له بقوله: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره. قال: حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الكتاب أيها الإخوة كتاب الصيد، جاء به المصنف رحمه الله بعد الذبائح، لأن الذبائح جاءت لاحقة لكتاب الضحايا، والأضاحي لا بد لها من آلة تذبح بها. وقد تبين لنا مما تقدم من أحاديث أن الذبح جائز في الشريعة بكل آلة حادة، كل آلة حادة، سواء كانت من الحديد أم من الحجارة أم من غيرها، كل شيء يقطع ويسيل الدم، فهذا إذا ذبح به في المكان المخصص للذبح، وإذا كان المذبوح هذا من بهيمة الأنعام لأن غيرها لا تحله الذكاء، الوحوش وغيرها هذه لا تحلها الذكاء، والفيلة والقرود وغيرها هذه لا تذبح، ولو ذبحت فإنها لا تحل بالذبح. الذي يحل بالذبح هو بهيمة الأنعام، كما قال الله تبارك وتعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني المنخنقة والميتة إلى آخر ما هنالك. فبهيمة الأنعام إذا ذبحت الذبح الشرعي فهي حلال، والذبح لا بد له من آلة بينتها الأحاديث المتقدمة. لكن يثور في الذهن موضوع آخر يتعلق بالذبح، وهو موضوع الصيد. الصيد هذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، الصيد للحيوانات البرية، هذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى. ولكن الفرق بين الحيوانات البرية المتوحشة والحيوانات الأليفة هو أن هذه الحيوانات الأليفة تستطيع الإمساك بها ثم تذبحها بعد ذلك بالوسيلة المناسبة التي تسيل دمها وتقطع أوداجها، لكن الصيد أباحه الله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يعني هذا التحريم مؤقت وقت الإحرام، لكن ما بعد ذلك فهو حلال على الاصطياد. لكن كيف يذبح الإنسان الصيد؟ هل يمسكه ويذبحه كما تذبح بهيمة الأنعام؟ لا يستطيع، لا يمكن. الظباء النافرة هذه في البرية لا يستطيع الإنسان أن يذبحها، والطيور التي في الجو
لا يستطيع الإنسان أن يمسكها ويذبحها. إذن لا بد من وسيلة، وسيلة بديلة عن الإمساك بها وذبحها، وهي الاصطياد. الاصطياد يعني إمساك هذه الطيور أو الحيوانات التي أباحها الله وهي متوحشة. كيف نذبحها؟ بالاصطياد. أول ما ذكره المصنف في باب الاصطياد هو الصيد بالكلاب المعلمة، كلاب الصيد. كلاب الصيد هذه وسيلة من وسائل الإمساك بهذه الصيود وإحلالها لمن استطاع أن يصل إليها. الكلب الذي يصيد، إذا صاد الكلب المعلم صيدا فهو حلال، لكن بشروط معينة سيأتي معنا تفصيلها إن شاء الله في الأحاديث المتقدمة. فالكلب المعلم يتميز عن غيره من الكلاب. الكلاب حيوانات مرذولة مستقبحة في نظر الناس، ولذلك كان إطلاق هذا اللفظ، لفظ الكلب، على الإنسان يعد من الشتم الذي يؤاخذ به من يطلقه. فهو حيوان مرذول يأكل النجاسات ويأكل رجيعه، يعني يستفرغ، يخرج ما في معدته ثم يأكله، ويأكل الميتة. والشريعة بيّنت لنا أن هذا الكلب كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب الطهارة مر معنا، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، أو كما جاء في أحاديث أخرى سبعا وبالتراب واحدة زائدة، يعني ثماني غسلات. هذا كله دليل على أن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة. الكلب إذا وضع فمه في شيء تنجس هذا الشيء. فكيف يباح للإنسان المسلم الاصطياد بالكلاب؟ الكلب هذا إذا تعلم، إذا تعلم الكلب ارتقى وارتفع عن مستوى هذه الكلاب المرذولة وأصبح صيده حلالا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وهذا من بركات التعليم، بركات التعليم أنه يرتقي بصاحبه. هذا الكلب المرذول فضله الله سبحانه وتعالى على غيره من الكلاب بالتعليم، فكيف ببني آدم؟ الإنسان المتعلم لا شك أنه أفضل من غيره. ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع بما يصنع، وإن أهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في الماء ليستغفرون لطالب العلم. طلب العلم مزية، فضيلة يرتفع بها الإنسان. والله سبحانه وتعالى فضل الذين يعلمون، قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. تعليم هذا فضيلة يرتفع بها قدر الإنسان ويرتفع بها قدر الحيوان. كلب هذا الحيوان المرذول يرتفع قدره بالتعليم على سائر الكلاب فيباح صيده. لكنه ذكر في الحديث هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن اتخاذ الكلاب، يعني اقتناءها وتربيتها
بين أن هذا من الأمور المخالفة للشرع، مخالفة للشرع. لا يجوز أن يقتني الإنسان الكلب ابتداء في الشرع إلا لمصلحة حددتها الشريعة. ما هي هذه المصلحة؟ الأمور الثلاثة التي ذكرت في هذا الحديث: إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع. كلب صيد يعني يتخذه الإنسان، يدربه، يعلمه ليصطاد به، يصطاد به هذا الصيد النافر المتوحش، يمسكه به هذا يمسك به هذا الكلب. أو ماشية، إنسان عنده مواشي يرعاها في البرية، وهذه المواشي بحاجة إلى محافظة عليها في المرعى وعندما تأوي إلى مراحها. والكلاب من أهم الوسائل التي تحفظ بها الماشية، لأنها تظل تطوف حولها، فإذا ما جاء سبع أو جاء سارق قاومته بالنباح والهجوم عليه، وهذه فائدة. أو زرع، كذلك الإنسان إذا عنده مزرعة وزرع فيها شيئا يخشى عليه واتخذ كلبا للحراسة، فهذا أمر مشروع. طيب، هذه أمور ثلاثة ذكرتها الشريعة في الكلاب، ذكرت في هذا الحديث: الصيد، وهو الذي يتعلق بموضوعنا، لأن الكتاب الذي ذكر المصنف فيه هذا الحديث هو كتاب الصيد، ذكر الكلب: إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع، يعني هذه مستثناة من التحريم، مستثناة من التحريم. الإنسان لا يجوز له أن يبتدئ تربية الكلاب واقتناءها إلا إذا كان لغرض كما ذكره الحديث، هذه الأغراض الثلاثة. لكن هل يقتصر السماح والإذن باقتناء الكلاب على هذه الأمور الثلاثة؟ هذه الأمور الثلاثة الجامع لها ما هو؟ الحاجة، الحاجة إلى اقتنائها للحراسة، حراسة الزرع، حراسة الماشية، الاصطياد بها. لكن لو وجدت هنالك أغراض أخرى، يعني إنسان مثلا اقتنى كلبا أو رباه لحراسة بيته، أو كما هو الحال الآن في الحياة المعاصرة أن الكلاب هذه تستخدم للكشف عن بعض الأمور الخطرة، عن المخدرات، عن الأسلحة، عن كثير من الأشياء تدرب عليها هذه الكلاب، فتعرفها، عندها حاسة شم قوية ينتفع بها، هذه يمكن أن تقاس عليها. يعني إذا كانت هنالك حاجة حقيقية صحيحة كما ذكر في هذه الأمور الثلاثة أو فيما هو في معناها، فلا حرج من اقتناء الكلب. لكن إذا لم تكن هنالك حاجة، إنسان يربيها للمتعة أو للتظاهر أمام الناس أنه من أصحاب الوجاهة، أو للتشبه بهؤلاء الغربيين وغيرهم الذين يربون الكلاب ويدخلونها بيوتهم ويأكلون معها ويقبلونها ويلامسونها مما لا يخفى من هذه الأمور الكثيرة، هذا أمر محرم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث أمرا عظيما ينفر من اقتناء الكلاب لغير هذه الحاجات، يجعل الإنسان المسلم الذي يخشى الله ويرجو الدار الآخرة يبتعد عن هذه الكلاب، عن تربيتها واقتنائها. هذه الكلاب الآن من يربيها للمظاهر الفارغة أو لادعاء المدنية أو مسايرة
بعض الشعوب أو الأمم ينفقون عليها ربما نفقة تزيد على نفقتهم على ولد من الأولاد، وهذا كله من السفه، وقبل ذلك هو من مخالفة الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ما ذكر هنا أنه حرام، لا، ذكر أمرا عظيما. قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراطان. هذه مسألة عظيمة. القيراط له مقدار معروف عند الناس في بعض البلدان في تقدير المساحات، وعند التجار له مقدار معلوم في الوزن، خاصة في أوزان الذهب. لكن المقصود في هذا الحديث قيراط غير معلوم المقدار، غير معلوم المقدار، من باب التهويل والتعظيم في شأنه. نقص من أجره يعني من حسناته في كل يوم قيراطان. كم مقدار القيراط هذا؟ ما ذكر، حتى يذهب الخيال في تقديره كل مذهب، ويرتاع الإنسان الذي يسمع هذا الخبر فلا يقدم على اقتناء الكلاب ولا على تربيتها. لماذا؟ لماذا يقتنيها وهي تتسبب في أنه يفقد حسناته ويفقد أجوره؟ هذا إذا كانت له حسنات وإذا كانت له أجور، فكيف إذا لم تكن له حسنات ولم تكن له أجور؟ لا شك أن الأمر ينقلب إلى أنه يتحمل سيئات ويتحمل أوزارا عظيمة، كما ورد في أخبار يوم القيامة أن الإنسان المسيء يؤتى به فيأتي غرماؤه فيأخذون من حسناته، يعطون من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه والعياذ بالله، ثم ألقي به في النار. فالمسألة مسألة عظيمة، خطر أيها الإخوة، كبير جدا. يتهدد هؤلاء الناس الذين يغفلون عن أحكام الشرع أو الذين يسايرون غيرهم ظنا أن الزمن تغير. تسمع كثيرا من هؤلاء يقول لك: الزمن تغير، الحياة تغيرت، الكلاب أصبحت نظيفة. لا، الكلب هو الكلب، وأحكام الشريعة هي أحكام الشريعة، ما تغيرت. هذا الكلب حتى لو أدخلته إلى بيتك وغسلته بالمنظفات ودهنته ورفهته وأطعمته يظل كلبا، حكمه حكم الكلاب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لم نقل ذلك فنحن نكذب الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال: الكلب الذي يسير في البرية أو الكلب الذي في العراء، وأما الكلب الذي في داخل البيوت وينظف ويطهر فلا شيء فيه. لا، الكلب يعني الجنس، من اتخذ كلبا يدخل في هذا الحكم. فالتهويل بذكر القيراط وعدم تحديد مقداره للتنفير من هذا العمل. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن صلاة الجنازة قال: من صلى على الجنازة كتب له من الأجر قيراط، فإذا تبعها حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان. لكن كم هو القيراط يا رسول الله؟ ما ذكر، لكن هذا يدل على أنه شيء عظيم كبير جدا. فهنا الخطر عظيم على من ربى هذه الكلاب لغير هذه الأغراض المشروعة. هؤلاء الذين يدخلونها إلى بيوتهم وتنام على أجسادهم وعلى فروشهم، بل
ويضعون أفواههم في أفواهها ويطعمونها ويأكلون من طعامها. هؤلاء لا شك أنهم استزلهم الشيطان، فلا بد للإنسان المسلم أن يحرص على دينه، ولا يقال ولا يتأثر الإنسان المسلم بأنه الحياة تغيرت والناس يفعلون هكذا والأمم المتمدنة تصنع هذا. نحن لا يهمنا هذا، نحن أصحاب دين، تعبدنا الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة بأحكام شرعها لنا وعبادات بينها لنا، لا بد أن نتعبد ربنا سبحانه وتعالى بها. رضي الناس أو لم يرضوا، وافقونا أو خالفونا. مع أن هذه الكلاب حتى في الزمن الحاضر وفي الأبحاث العلمية المتطورة، هذه الكلاب فيها من الأمراض في لعابها وفي أفواهها ما يدلنا على حكمة الشريعة في تحريم اقتنائها والقرب منها. وأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، يعني أكل أو شرب في إناء أحدكم، فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، هذا دليل على مصلحة البشر، أن الله سبحانه وتعالى ما حرم شيئا فيه مصلحة، ما حرمه إلا لمضرته. لكن قد تخفى هذه الحكمة علينا فلا يضيرنا، نحن نلتزم بأحكام ديننا وبهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم. الحديث اللي بعد. قال حدثنا يحيى بن خلف أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية، يعني بالكلب، فنقتله، ثم نهانا عن قتلها وقال عليكم بالأسود. نعم، يعني هذا دليل ما ورد في هذين الحديثين، دليل على أن اقتناء الكلاب مفسدة، وأن هذه الكلاب من المفسدات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب أولا كما في الحديث الثاني، فسارع الصحابة إلى قتل كل كلب. في بعض الأحيان يقدم بعض الأعراب رجل أو امرأة ومعه كلب من باديته يتبعه، وربما يحرس متاعه أو يحرس ماشيته، فإذا رآه هؤلاء الصحابة في المدينة قتلوا الكلب امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما كثر هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم وبين لهم الحكمة، قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لقتلت الكلاب، أمرت بقتل الكلاب كلها. لكن هذه الكلاب خلقها الله سبحانه وتعالى لحكمة، هي مخلوقات من مخلوقات الله تبارك وتعالى، كل ما في هذا الكون، هذه العوالم أمم، الحشرات والدواب والدود والكلاب، كل هذه والأشجار والنباتات والجمادات كلها عوالم أمم تعبد الله سبحانه وتعالى وتسبحه، كما ذكر ذلك في كتاب الله الكريم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لا نعرف نحن كيف تسبح الأشجار ولا كيف تسبح الكلاب ولا كيف تسبح الفراشات ولا الحيوانات، لأننا لا نفهم هذه اللغة، لكن هذه حقيقة موجودة أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها. وإن من شيء، يعني ما من شيء
في هذا الكون إلا يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. فلا تغتروا أيها البشر فتظنون أنكم أنتم الذين تقومون بالتسبيح، الملائكة تسبح وهذه العوالم كلها تسبح. فالنبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن الأمر بقتل الكلاب لأنها خلقت لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وهي أمة من هذه الأمم التي تسبح الله وتعبده، تسبح الله سبحانه وتعالى. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها، لكنه أمر بقتل الكلب الأسود البهيم. الكلب الأسود البهيم، ما معنى الكلب الأسود البهيم؟ يعني شديد السواد الذي لا يخالط سواده لون آخر. فيه كلاب بيضاء، كلاب حمراء، كلاب مختلطة الألوان، لكن فيه كلاب سوداء أسود بهيم، يعني داكن ولا يخالط سواده شيء. النبي عليه السلام أمر بقتل هذا الصنف من الكلاب. لماذا؟ لأن الشياطين تتمثل بها، هي في الغالب من أجناس الشياطين، فلذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها. والشياطين تتشكل بالمخلوقات، فلذلك النبي عليه السلام أمر، نهى عن قتل الكلاب وأمر بقتل الأسود البهيم. هذا الكلب الأسود خالص السواد هذا يقتل لأنه شيطان. طيب، هل هنالك استثناءات أيضا في قتل الكلاب؟ نعم، الكلب العقور المؤذي. ما معنى الكلب العدو العقور؟ الذي يعتدي على الناس فيعض هذا وينهش هذا، هذا مفسد والعياذ بالله، فلذلك يقتل. كلب العقور يقتل، والكلب الأسود البهيم يقتل كما نص عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما عدا ذلك فهي مخلوقات من مخلوقات الله تسرح في كون الله سبحانه وتعالى، لكن بالنسبة لنا لا يجوز اقتناؤها إلا لغرض مشروع كما ذكر في هذه الأمور الثلاثة، أو ما ماثلها من الأغراض الصحيحة. نعم. باب في الصيد. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي، أفآكل؟ قال: إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك. قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت: أرمي بالمعراض فأصيب أفآكل؟ قال: إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخزق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. نعم. عدي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه، ذكرنا في الدروس الماضية أنه ابن الكريم العربي المشهور حاتم الطائي، وأنه كان نصرانيا فأراد الله سبحانه وتعالى له الإسلام. في كتاب الصيد الأحاديث التي رويت عن عدي بن حاتم تعتبر عمدة كتاب الصيد، أحكام الصيد المروية عن عدي بن حاتم، ومنها هذا الحديث. سأل عدي رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عنده كلاب يصيد بها، ما حكم صيدها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له الحكم، ما قال له إذا أرسلت كلبك فصاد فكل، لا، قيده، قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فما صاد فكل. هذه أداة وسيلة،
يعني كأن الكلب يقوم مقام الآلة التي تذبح بها الذبائح. إذا أمسك بالصيد هذا الكلب المعلم، ما معنى الكلب المعلم الذي ورد ذكره في كتاب الله الكريم: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. تعليم، هذا تدريب، تدريب. لكن إلى أي حد يصل التعليم هذا؟ وما هو المعتبر في الكلب حتى نطلق عليه هذا الوصف أنه معلم؟ نعم، بالتدريب. قالوا: إذا أرسلته استرسل، أطلقته خلف صيدة معينة فانطلق، وإذا زجرته انزجر، قف فيتوقف. هذا دليل على أنه يأتمر بأمر صاحبه. فإذا أرسلت كلبك المعلم فما أمسك فكل. طيب، المسألة فيها تفصيل، لأنه قد يمسك الصيد فيقتله، وقد يمسكه فتجد الصيد حيا. إذا أمسكه فوجدته حيا، المسألة واضحة، تذبحه أنت وتأكله. لكن إذا قتله الكلب، ضربه بيده في عنقه أو في مكان معين أو في قلبه فقتله، فجئت والكلب واقف على هذا الصيد والصيد ميت، قال: وإن قتله، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن تسمي الله عليه إذا أرسلته، يعني كأنه وسيلة ذبح، كما تمسك بالسكين وتقطع وتسمي الله وتقطع، كذلك إذا أرسلت الكلب وذكرت اسم الله عليه فما أمسك به هذا الكلب فهو حلال. إن وجدته حيا تذبحه، وإن وجدته قد مات فإنك تكتفي بهذا. تعتبر التسمية والإرسال لهذا الكلب المعلم كأنها أداة، كأنك رميته بسلاح أو قطعته بسكين، فهذا حلال. فسأله سؤالا آخر، قال: يا رسول الله، إني أصيد بالمعراض. المعراض ما هو؟ المعراض غير الرمح، غير الرمح. الرمح هذا قناة من الخشب يركب في رأسها زج، يعني نصل من الحديد، ثم يطعن بها، فهذا الطعن يجرح ويقتل. لكن هذا المعراض تذلق أطرافه، خشبة عود، فيرمى به، فقد يصيب الصيد بحده، بطرفه هذا الحد، فيخزقه، يعني يمور في جسد الصيد فيقتله، فتمسك بالصيد وتأكله. وقد يصيبه بعرضه، يعني يضربه بدون أن يكون، تكون هذه الضربة من رأسه الحاد هذا، بعرضه، ولذلك سمي المعراض. ضربه به، قال: فما أصاب بعرضه فلا تأكل. لماذا؟ لأنه من الوقيذة. الله سبحانه وتعالى حرم علينا الموقوذة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فالموقوذة هي التي تموت بالضرب بدون أن يسيل دمها، دمها يكون في جوفها. فإذا أصابها المعراض بغير نصله ضربة، فهذه لم تذكى ولم يخرج دمها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فصل في هذا الموضوع: إذا رميت بالمعراض فأصاب بحده فخزق في بدن الصيد
فهذا حلال، لكن إذا أصاب بعرضه فمات الصيد فهو من الموقوذة لا يجوز أكله. لكن لو رميته بعرضه واستطعت أن تمسك به حيا فلا حرج، تذبحه حينئذ تذبحه. لكن لو مات بالمعراض بعرضه يعني ليس بحده فمات، رميته به فمات، فلا تأكله لأنه من الموقوذة، من الموقوذة، فلا يجوز لك أن تأكله. تفصيل في أحكام الصيد، أحكام الصيد، وهذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى لنا الصيد، الاصطياد، لأن الله خلق هذه في الكون لمصلحة البشر، والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل شيء مخلوق لمصلحة هؤلاء البشر، لكن كلوا مما رزقكم الله، مما أحل الله بالطريق التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فهنا عندنا الصيد بالكلاب المعلمة والصيد بالمعراض. الصيد بالكلاب المعلمة حلال، لكن لا بد من أمرين: أن يكون هذا الكلب معلما، والتعليم كما ذكرنا هو أن يأتمر بأمر صاحبه في الانطلاق وفي الوقوف، ثم بعد ذلك التسمية، أن تسمي عليه إذا أرسلته كأنه سهم تطلقه، كأنه سهم تطلقه. وأما المعراض فلا يحل ما صيد به بعرضه، إنما يحل ما صيد به بحده. إذا خزق في بدن الصيد فإن هذا الأمر يخرج بسببه الدم، فإذا أدركته قد مات فهو حلال لك، وهو أيضا يحتاج إلى تسمية. إذا رميت بالمعراض لابد أيضا أن تسمي. نعم. قال: حدثنا هناد بن السري قال: أخبرنا ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إنا نصيد بهذه الكلاب، فقال لي: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسكنا عليك، وإن قتل إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه. نعم، هذا شرط إضافي أيضا، أن الكلب لا يأكل من هذه الصيدة، صادها ووقف عندها، إما أنه يحملها ويأتي بها إلى صاحبه أو يقف عندها. لكن لو أكل منها الكلب، صادها وأكل منها، هذا الحديث يدل على النهي عن الأكل من هذه الصيدة. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: يعني لا يدرى هل الكلب صاده من أجل صاحبه أو من أجل نفسه. طيب، وما فيها، ماذا فيها إذا صاده من أجل نفسه؟ هذا معناه أن تعليمه غير كامل، الكلب هذا غير معلم، لأنه يصيد لنفسه ما يصيد لصاحبه. الكلاب المعلمة هي التي تصيد لصاحبها، فلذلك أخذ من هذا الحديث الكلب إذا أكل من الصيد فإنه لا تؤكل صيدته ما صاده، عند كثير من العلماء، بعض العلماء يجيزون هذا الأمر. وعلى كل حال هذا الأمر هو ما قرره كثير من العلماء، أن الكلب إذا أكل مما صاد قبل أن يأتي صاحبه فهذا يجعل في الأمر شكا أنه إنما انطلق وصاد من أجل نفسه، فهو لم يأتمر بأمر صاحبه ولم ينزجر بزجره. والكلب إذا صاد لنفسه صيده حرام. وهنا قد يجتمع سببان، سيأتي معنا أيضا اجتماع السببين في صيد الكلاب.
لكن هنا اجتمع سببان. سبب هو انبعاث الكلب للصيد بأمر صاحبه، والسبب الآخر هو انبعاث الكلب للصيد لنفسه، وهذا أمر حلال وأمر حرام اجتمع. والقاعدة عندنا كما سيأتي تفصيله إن شاء الله أنه إذا اجتمع الحلال والحرام في شيء فإن نغلب جانب الحرام احتياطا للحرمات، نغلب جانب الحرام. سيأتي إن شاء الله تفصيل لهذا الأمر. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت سهمك وذكرت اسم الله فوجدته من الغد ولم تجده في ماء ولا فيه أثر غير سهمك فكل، وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل، لا تدري لعله قتله الذي ليس منها. نعم. أيضا بالسهام، إذا رميت بسهمك، هذا في حديث عدي أيضا رضي الله تعالى عنه، إذا رميت بسهمك فأصاب السهم هذا الصيد فقتله فهو حلال، لكن لا بد أن تسمي على هذا الإطلاق، عندما ترمي تسمي. لكن إذا رميته فغاب عنك، غلب على ظنك أنك أصبته لكن لم تجده، ووجدته من الغد أو بعد مدة، وجدته في الماء غدير ماء، فوجدت الصيد هذا فيه وفيه سهمك فلا تأكله، لأنه اجتمع هنا سببان في قتل هذا الصيد، أحدهما حلال وهو السهم الذي رميت به وسميت عليه، والآخر هو الماء لأنه قد يقع في الماء وبه حياة فيغرق في الماء فيموت بسبب الغرق، فاجتمع سببان نحن لا ندري الآن. لكن إذا كان قد مات بسبب السهم ثم وقع في الماء فهذا حلال، لكن هنا غاب عنا، وجدناه قد وقع في الماء، وجدناه طافيا على الماء، نأكله أو لا نأكله؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكله لأنه ربما كان السبب الذي قتله هو وقوعه في الماء فغرق، وهذا سبب محرم لا يبيح أكل الصيد، غرقه لا يبيح أكله، فاجتمع سببان كما قلنا في الكلب الذي صاد وأكل من صيده أنه يخشى أن يكون انطلق بسبب أمر صاحبه، ثم انطلق أيضا بسبب رغبته هو من نفسه، فاجتمع سببان. كذلك هنا اجتمع السهم على قتل الصيد، السهم والغرق، وإذا مات الصيد بالغرق لا يجوز أكله، فاجتمع السببان فامتنع الأكل، سبب حلال وسبب حرام. طيب، وأيضا إذا أطلقت كلبك، النبي عليه الصلاة والسلام قال له كلبك المعلم مدرب، لكن خالطته كلاب أخرى فأمسكت بالصيد قتلت هذا الصيد، فجئت قال لا تأكله، لماذا؟ أنا أرسلت كلبي لكن كلاب أخرى دخلت معه وعاونته فقتل هذا الصيد، قال لا تدري هل صاده كلبك أو الكلب الآخر أو الكلاب الأخرى، فاجتمع سببان أيضا، أحدهما حلال والآخر حرام، لأن الكلاب الأخرى غير معلمة، فلذلك إذا كانت هي التي صادت أو شاركت في الصيد فالصيد حرام، الصيد حرام لأنه لم يتمحض كونه قد صيد بالسبب الحلال، فلذلك يمتنع على الإنسان المسلم أكله. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال
قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت رميتك في ماء فغرقت فماتت فلا تأكل. نعم، للسبب الذي ذكرناه آنفا هو أنه قد يكون موتها بسبب غرقها، وإذا ماتت بسبب الغرق لا يجوز أكلها. وإذا جهلنا الحال كذلك، لأنه هنا اجتمع سببان فنغلب جانب التحريم للاحتياط، الاحتياط للحرمات. دائما في ديننا الاحتياط للحرمات هو المقدم، يقدم الاحتياط للحرمات. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك. قلت وإن قتل؟ قال إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك. قال أبو داود الباز إذا أكل فلا بأس به، والكلب إذا أكل كره، وإذا شرب الدم فلا بأس به. نعم، هذا الحديث يؤكد ما تقدم في موضوع الكلاب، لكن فيه زيادة في مسألة طيور الصيد. البازي طير الجارح هذا الذي يصطاد الطيور بمخالبه من الجو ينقض عليها، هذا أيضا يدرب. الأصل فيه أنه طير من الطيور المتوحشة هذه المفترسة، لكن إذا درب هذا الطائر نوع منها يقبل التدريب والتعليم فيصيد. فإذا أصبح معلما، يعني إذا أرسلته استرسل وإذا زجرته انزجر، يجوز أن تأكل الصيد الذي صاده، أن تأكل الصيد الذي صاده كالكلب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول إلا إذا أكل منه، يعني أن الكلب كما تقدم إذا أكل من الصيد جعلنا نشك في أنه صاد ائتمارا بأمر صاحبه، لأنه هنا قد يكون صاد لحاجة نفسه فأكل منها، وهذا لا يحل ما صاده. كذلك الطائر، هذا الطائر البازي إذا صاد فأكل، ظاهر الحديث يدل على هذا، لكن الإمام أبا داود رحمه الله وبعض العلماء فصلوا في الموضوع، قالوا ما أكل منه الكلب، ما أكل منه الكلب من الصيد حتى لو أرسلته وهو معلم وذكرت اسم الله عليه هذا محرم، لأنه يخشى أن يكون إنما صاد من أجل نفسه. وكذلك الطائر كما في ظاهر الحديث، لكن قالوا بعض العلماء ومنهم أبو داود فصلوا، قالوا الطائر يختلف عن الكلب، لأن الكلب يمشي على الأرض فتستطيع أن تزجره وأن تنهره وأن تمسك به، لكن الطائر هذا في الجو. فقالوا إذا أكل الطائر فلا بأس بصيدته، لكن إذا أكل الكلب فلا تؤكل، فلا تؤكل. والسبب كما قالوا التفريق بين الطائر وبين الكلب، لأن الطائر في الجو لا يستطيع صاحبه الإمساك به إذا كان طائرا ولا التحكم فيه، بخلاف الكلب الذي يكون يمشي على الأرض. وإن كان هنالك من العلماء من تمسك بظاهر الحديث فمنع الأكل من الصيد الذي أكل منه الكلب أو الطائر، لأنها تشترك في المعنى الذي من أجله حرم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الصيد، وهو أنه ربما صاد من أجل نفسه لا من أجل صاحبه. نعم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا هشيم قال هشيم قال أخبرنا هشيم
قال أخبرنا داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى فكل وإن أكل منه وكل ما رد وكل ما ردت عليك يدك وكل ما ردت عليك يدك. نعم، يعني حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أيضا هو في معنى الأحاديث التي تقدمت عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه يجوز أكل الصيد، يباح أكل الصيد الذي صاده الكلب المعلم، لكن فيه زيادة أن الحديث ذكر فيه هنا قال وإن أكل. الأحاديث التي تقدمت معنا تنهى عن الأكل، عن أكل الصيد الذي أكل منه الكلب، لأنه يدل على أنه لم يصده اصطاده لصاحبه وإنما اصطاده لنفسه، لكن حديث أبي ثعلبة هذا يدل على أنه يؤكل. قال وإن أكل منه، والعلماء قالوا إن هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة التي تقدمت، وفيها أحاديث البخاري ومسلم وهي أقوى وأوثق، فيعني لا يعارضها حديث أبي ثعلبة هذا الخشني، فلا يؤكل، يظل الحكم كما هو، إذا أكل الكلب من الصيد فإنه لا يؤكل هذا الصيد. نعم. قال حدثنا الحسين بن معاذ بن خليف قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا داود عن عامر عن عدي بن حاتم أنه قال يا رسول الله أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه أيأكل؟ قال نعم إن شاء، أو قال يأكل إن شاء. نعم، هذا محمول على عدم وجود سبب آخر لقتل هذا الصيد، يعني إنسان رمى صيدا بسهم فغاب هذا الصيد، غزال مثلا أو حمار وحش رماه بسهم فغاب عنه، لم يجد هذا الصيد، بعد يومين أو ثلاثة وجده ميتا وليس فيه إلا هذا السهم، هل يأكل منه أو لا يأكل؟ لو وجد فيه أثرا آخر غير السهم لا يجوز أكله، لأنه اجتمع فيه سببان كما قلنا، أحدهما حلال والآخر حرام فيغلب الحرام، لكن هنا لم يجد إلا أثر سهمه، هو وجد أثر الرمية أو وجد السهم مغروزا في جسد هذا الصيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كل إن شئت. لماذا هنا قال إن شئت؟ لأنه بعد يومين أو نحوها أو نحوها قد يتغير، قد يفسد، تتغير رائحته، يتعفن، فلا حرج عليك، أكل اللحوم المتعفنة ليس حراما، لكن قد تتقزز وتأبى بعض النفوس من أكله، فلا حرج عليك، إن شئت أن تأكل منه فلا حرج عليك، ليس حراما، لكن هذا يعود إلى ما يستحسنه الإنسان وما تقبل عليه نفسه، لأنه بعد يومين أو ثلاثة ربما يتغير، ربما يتعفن، فلا حرج عليك، الحل من الناحية الشرعية موجود حلال، لكن إن شئت، إن أقبلت نفسك عليه، إن رغبت أن تأكل منه فلا حرج عليك إن شئت. نعم، لكن بشرط ألا يجد فيه أثرا لسبب آخر يؤدي إلى قتله، كافتراس السبع أو سهم آخر أو عضة كلب أو نحو ذلك، فإن هذا يجعل الأمر من اشتراك الأسباب، ونحن نعلم هنا أن سببا واحدا منها حلال وهو الرمي،
رماه بسهمه وسمى الله، لكن الأسباب الأخرى لا تدري هي حلال أو حرام، فنتوقف هنا ونغلب جانب الحرام ولا نأكل منه. لكن إذا لم يكن وجدته بعد مدة، بعد يومين أو ثلاثة، وليس فيه إلا أثر سهمك، فكل إن شئت حلال، لكن إن قبلت نفسك بالأكل منه فلا حرج عليك، لا حرج عليك. نعم. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال: قال عدي بن حاتم: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ. فقلت: أرسل كلبي. قال: إذا سميت فكل، وإلا فلا تأكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك لنفسه. فقال: أرسل كلبي فأجد عليه كلبا آخر. فقال: لا تأكل، لأنك إنما سميت على كلبك. نعم. يعني هذا الحديث، حديث عدي رضي الله تعالى عنه، هذا جمع كل الأحكام المتقدمة: حكم الصيد بالكلب المعلم، حكم الرمي بالمعراض، إذا أصاب بحده وإذا أصاب بعرضه قال لا تأكل لأنه وقيد، مات بسبب الضربة هذه. وبين أيضا حكم الاشتراك في قتل الصيد، إذا أرسلت كلبك المعلم فاشترك معه كلب آخر أيضا، لأنك أنت عندما أرسلت كلبك سميت عليه، لكن الكلب الآخر من سمى عليه؟ فاشترك هنا السبب المباح والسبب المحظور، فامتنع أكل هذا الصيد، امتنع أكل هذا الصيد، لأنك يقول كما في هذا الحديث: إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، سميت على كلبك وهذا حلال، لكن اشترك معه كلب آخر غير معلم ولم تسمي عليه، حتى لو كان معلما لم تسمي عليه، فأنت إنما سميت على كلبك، وهذا هو أساس الحل، التسمية عند الصيد، عند الذبح، وعند الرمي، وعند إرسال الكلب أو الطائر البازي، هذه كلها لا بد لها من التسمية، لا بد لها من التسمية. قال: حدثنا هناد بن السري عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو إدريس الخولاني عائذ الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: قلت يا رسول الله، إني أصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. قال: ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما اصطدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. نعم. هذا استثناء لا ينقض الأصل المتقدم، هو أن الكلب غير المعلم لا تؤكل ذبيحته، لا يؤكل صيده، إلا في حال واحدة، قال: إذا أدركت ذكاته، أنت عندك كلب لكنه غير معلم، كلب ماشية أو كلب زرع ليس من كلاب الصيد، فأرسلته فأمسك لك بهذه الصيدة، إن قتلها لا يجوز لك أكلها لأنه غير معلم، لكن إن أمسك بها فأدركت فيها ذكاتها، أنت الذي ذبحتها، فهذا حلال كله، هذا حلال، لأن الذي أحله هنا ليس اصطياد الكلب له، وإنما الذي أحلته الذكاة، أنت ذكيته هنا فأحلته الذكاة. قال: حدثنا محمد بن المصفى قال: أخبرنا محمد بن حرب حا وحدثنا محمد بن المصفى قال: أخبرنا بقية عن الزبيدي قال: أخبرنا يونس بن سيف قال: أخبرنا أبو إدريس الخولاني قال: حدثني أبو ثعلبة الخشني قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ثعلبة، كل ما ردت عليك قوسك وكلبك. زاد عن ابن حرب: المعلم ويدك، فكل ذكي ذكيا وغير ذكي. نعم. يعني هنا ما ردت عليك يمينك، يعني ما أمسكت به،
وما صدت بكلبك المعلم وما صدت بسهمك، هذا كله حلال، كله حلال تأكله مع التسمية، مع التسمية عليه. نعم، لكن بشرط أن تدركه وقد مات. أما إذا أدركته حيا فلا يكفي اصطياد الكلب له، بل لا بد من ذكاته.